ننتقل إلى فيديو آخر من محافظة النجف أيضاً، وتحديداً من مقبرة وادي السلام وعند قبر الراحلة المدعوة غفران والمعروفة بأم فهد. الفيديو أظهر مجموعة من الشباب يتجمعون حول القبر وقاموا بتصوير فيديو للمزاح والاستهزاء دون وضع أي اعتبار لحرمة الموت. الفيديو طبعاً لاقى ردود أفعال غاضبة وانتقادات كثيرة، لنشاهد سوا. كل التعليقات تقريبا جاءت غاضبة من تصرف كهذا. في منصة اكس كتب شاهو القرداغي: تكرار هذه المشاهد والحوادث تؤكد لنا أهمية بناء الإنسان، وأنه يأتي قبل بناء الجدران، وأن ضريبة إهمال التربية والتعليم سندفعها لاحقا إذا لم يتم تدارك الأمر. بهاء خليل قال: هذا التصرف غريب بصورة لا تصدق، أنا متأكد أن ذولا اللي كانوا بايتين بحسابها 24 ساعة. أما ورود جمال فقالت: المفروض الحكومة تأخذ بهم إجراء ويتعاقبون بالسجن على هذه التصرفات المخزية. مجتمعنا إلى أين؟